نروح بقى اللي اكمل اخبارنا كده، وخبر حلو جدا لبنت النادي الاهلي ميار الشريف. امبارح لحضراتكم تابعته طبعا، بطله مصر في التنس، وصلت التالق وتحقيق انجاز تاريخي كبير جدا للتنس المصري ده بعد التتويج ببطوله المانيا للتنس بعد فوزها على الايطاليه مارتينا تريفيسيان 2-0 في المباراه النهائيه. ميار الشريف كده بطله مصر زي ما احنا بنقول نجحت للتاهل لبطوله المانيا الدوليه للتنس بعد الفوز على اللاعبه الرومانيه جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها بنتيجة هنا 2-1، بتقترب بقى من الدخول ضمن أفضل 80 لاعبها في التصنيف العالمي. ده أكيد إنجاز تاريخي للتنس المصري، وبالنتيجة دي قفزت هنا بنتكلم ميار شريف بطلة مصر ل 20 مركز في التصنيف العالمي للتنس، وصلت للمركز 75 عالميا. يعني أعتقد ده إنجاز غير مسبوق للتنس نتكلم النسائي المصري، فمبروك بنت النادي الأهلي ميار الشريف، يعني معجزة كبيرة جدا.